السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالمتابع الأعزاء ديالنا، نتمنى تكونوا بخير على خير. كيف العادة جينا وجبنا في الدين المليح. مرحبا بكم في قناة سوق الفلاحة بالمغرب، هذه المرة من نواحي الفقيه بن صالح، اللهم بارك. 12 العجل بلجيكي، أوزان يعني متقاربة، عجل يعني موجهين للتسمين، اللهم بارك. سلعة زوينة اللي بغاهم، مرحبا. كاين 12 الحبة، الأثمنة كتتراوح ما بين 1,000,020 تال 1,060,000، يعني ما بين 11,000 درهم تال 13,000 درهم، يعني كل عجل وثمنه. واللي بغاهم كاملين مرحبا، ها انتوما. سلعة تبارك الله زوينة، كتاكل نقية مداوية، اللي بغاها مرحبا، ها انتوما. هالفصالة اللهم بارك، الجودة. ما تنساوش كيف العادة تشتركوا في القناة ديالنا وتبركوا على زر ابوني باش يوصلكم ديما الجديد، ديما هاد النوعية الفيديوهات توصلكم. واللي ما شريت نزاه كيف العادة، انتم الخيرات اللهم بارك. فخاد مزيانين عامرين، سلعة نقية، الجلد ارطب، ها انتم. احنا ندوزو تاني عاود للمجموعة الاخرى، ها المجموعة الاخرى اللهم بارك، ها انتم. ها السلعة كتعلف، ما فيهاش ديفو، اللي بغاها مرحبا. وهادشي اللي كاين، خليكم الى حلقة قادمة ان شاء الله. واللي باغي يبيع شي سلعة كيف العادة يتواصل معنا في الخاص، يكفي انه يدير فيديو يعني بواحد الجودة محترمة ويصور بالتليفون بالعرض، يتواصل معنا وكنحطوها في القناة وكيجيب الله التيسير ان شاء الله، يكتابوا لشي دار كبيرة. وهادشي اللي كاين، خليكم الى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.